يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله قائم ال محمد امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه السادسه والثلاثون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرّف بإمامك. المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء, فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. طلق, طلق منهج, منهج أصحاب, أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقاً, طلاقا بائنا لا رجعة فيه, فيه. إن, كنت إن كنت راغبا في إمامك. إمامك. رساله صارت سببا كي افتح موضوعا مهما في هذه الحلقات الرساله من احد وفي الحقيقه مضمون الرساله جاء ليكون مع مجموعه من الاسئله التي وردتني عبر اوقات سابقه كي افتح هذا الموضوع المهم والذي سيتبين لكم اقرا الرساله كما وردتني الرساله في نقاط اولا الوصيه جاءت واضحه للامام علي وهي كما نعلم جزءا من الدين وإتمام الرسالة. ثانيا لماذا لم يتم العمل بها في حياة الإمام الصادق؟ وأصبح الشيعة يجهلون من هو الإمام بعد الصادق. ثالثا: اذا كانت الوصيه فيها نص من رسول الله كما هو وارد في الموروث باسماء الائمه هل نتصور عدم التزام الامام المعصوم بها وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري لا أريد أن أعلق على وصف الإمام بهذا الوصف فهذا وصف خاطئ بدرجة مئة بالمئة لا أريد أن أعلق على هذا الوصف فهذا جزء من الثقافة الشيعية المستدبرة وخصوصا مؤسس المذهب الجعفري ويترك الأمة تجهل الإمام الذي بعده موسى بن جعفر شاكر لكم ايضاح وتفهم استفساري هذه الرساله قراتها كما وردتني وقلت قبل قليل من ان الرساله جاءت كي تضيف تساؤلا استفسارا استفهاما الى مجموعه من الاسئله وردتني في نفس هذا الاتجاه السبب الذي يكون وراء هذه الاسئله وراء الاسئله التي في الرساله التي قراتها عليكم او في كثير من الاسئله التي ترتبط بنفس الموضوع بغض النظر هل وصلتني ام لم تصلني هناك قضيه تطرح في الكتب وتطرح على المنابر وتتكرر على الألسنة في مختلف المجالس الشيعية بين الحوزويين وبين المثقفين من الشيعة المتدينين من أن الشيعة وقعوا في فتنة تشخيص الإمام بعد شهادة إمامنا الصادق هذه المعلومة معلومة تتناقلها الألسنة تتردد في المحافل وفي الأجواء الشيعية ما كان منها حوزويا وما لم يكن ستتضح الأمور وسيتبين لكم من ان الحقيقه ليست كذلك لكنني اتمنى عليكم ان تصبروا علي انني اريد ان افتح الموضوع بشكل كامل هذه قضيه مهمه تتردد على الألسنة وهي بعيدة تمام البعد عن واقع الأمر وحقيقته مشكلتنا كبيرة مشكلتنا كبيرة وكبيره جدا ولا ادري من اي جهه سابدا الحديث للعديد من الجهات التي يمكنني ان ابدا من عندها حديثي لكنني ساقرا عليكم نصا قراته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضيه هذا النص مهم جدا وعلى الذين يبحثون عن الحقيقه في اجواءنا الشيعيه ان يضعوه نصب اعينهم دائما قبل ان اقرا النص ما ساطرحه في هذه الحلقات واتمنى عليكم اتمنى على ابنائي وبناتي واخواني واخواتي من شيعة الحجة ابن الحسن ان يتابعوا هذه الحلقات متابعه درس ان يتابعوني بدقه لانني ساضع بين ايديكم معلومات لم يضعها احد بين ايديكم وهذه المعلومات ستجعلكم تزدادون فرحا انكم على منهج براهينه وحججه لا تماثلها براهين وحجج في اي دين اخر انني اتحدث عن دين علي وآل علي انني اتحدث عن دين امامنا الصادق المصدق اتحدث عن هذا الدين لا اقول انه مذهب الا اذا كان المقصود من هذه الكلمه المعنى اللغوي اما المعنى الاصطلاحي فان الذي يعتقد بان دين امامنا الصادق هو مذهب بحسب المصطلحات عند اهل المذاهب الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده تحكم عليه بالكفر انها ايه بيعه الغدير لا اريد ان افتح هذا الموضوع لقد تحدثت عنه فيما سلف من حلقات هذا البرنامج كما قلت لكم اتمنى عليكم ان تصبروا علي اولا وان تتابعوني متابعه درس لانني ساضع بين ايديكم من الحقائق التي ستجعلكم تطيرون فرحا بدين براهينه وحججه بهذه القوه وبهذا الوضوح. انا لا اريد ان اثبت للسني من انني على الحق فما علاقتي بي؟ ولا اريد ان اثبت للمسيحي من انني على الحق فما علاقتي به؟ هو حر. المسيحي حر بدينه وهو حر يراني على ضلال مثلما اراه على ضلال والسني كذلك هو حر بدينه وحر ان يراني على ضلال مثلما اراه على ضلال انا لا اريد ان اثبت للسني من انني على حق ولا اريد ان اثبت للمسيحي من انني على حق ما علاقتي به؟ انا اريد ان اثبت لنفسي من انني على حق. انا اريد ان ارى الصوره واضحه جليه بينه. انا اريد ان اخاطب ضمائر ابنائي وبناتي اخواني واخواتي من شيعه الحجه بن الحسن كي تتجلى لهم الحقائق واضحه جليه في انهم على الحق ومن ان دينهم دين الحق وما علاقتنا بالمسيحي ان يقتنع بكلامنا او ان لا يقتنع هل يذهب الى الجحيم اقتنع ام لم يقتنع وما علاقتنا بالسني ان يقتنع بكلامنا او ان لا يقتنع فليذهب الى الجحيم اقتنع او لم يقتنع ما علاقتي باولئك نحن مسؤولون عن ديننا علينا ان نعرف الحقيقه اولا وبعد ذلك ياتي الكلام عن غيرنا أعود إلى النص الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت من أنني قد قرأته عليكم كرارا ومرارا في الحلقات الماضية إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا العسكري سيد تفاسير آل علي الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة إنها الصفحة الثالثة والثلاثون إنه الحديث السادس والعشرون عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يوجه خطابه